السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لمتابعين موقع عرب جي تي ومشاهدين قناة عرب جي تي على اليوتيوب. العديد منكم شاهد تغطيتنا مع المهندسين والمسؤولين من شركة بورش لبورش بانيميرا الجيل الثاني الجديد بالكامل، ولكن كنا احنا شرحون عن الأوبشن والمواصفات وجلسنا في هذا المقعد كنا مشاهدين. احنا اليوم تغطيتنا الخاصة من ألمانيا تحديدا ميونخ لتجربة قيادتنا الأولى لسيارة بورش بانيميرا تيربو الجيل الثاني الجديد بالكامل. كونوا معي بهاي التغطية وخلينا نبلش. هيا بنا. بورش بانيميرا الجيل الثاني الجديد بالكامل، بنظرة سريعة عن السيارة من الخارج، السيارة أطول وأعرض وأكثر ارتفاعاً مقارنة بالجيل الأول. السيارة نحكي بشكل سريع من الخارج، عليها أضوية كإضافة إنه تكون LED ماتريكس، بكون الأضوية 84 ضوء LED جداً قوي النور تاعهم، حتى متكيف مع الرادار حسب الشارع اللي أنت بتقود فيه. بتلف يمين بلفه معك يمين، وإذا كان موجود سيارات بتأقلمه مشان ما يؤذوا الناس ويعطوك أكثر وضوح ممكن ورؤية بالأماكن المظلمة، وحتى على الشواخص المرورية بيقلل الوهج تاع الضوء مشان يعطيك الرؤية المناسبة وتقرأ الشاخصة المرورية. هاي بتيجي كإضافة. في بعض الدول في العالم هذا الأوبشن ممنوع لأنه الضوء بكون جدا قوي. من الدول المانعة هذا الأوبشن والنظام كندا على سبيل المثال. السيارة تتوفر كجنوط من 19 إنش صعوداً ل 21 إنش كعرض لجميع الإطارات، صاروا أعرض مقارنة بالجيل الماضي. مثال سريع، أكبر حجم جنوط للسيارة 21 إنش، تيجي بالأمام بعرض 9.5 إنش وبالخلف 11.5 إنش. كبريكات تتوفر بعدد كبير من البريكات، منهم الست مكابس بالأمام، ومتوفر على سيارة أكبر حجم بريكات لسيارة أنتجته بورش لحد يومنا هاد، 10 مكابس بالأمام وست مكابس بالخلف. حجم ديسك البريك الأمامي بيكون 420 ملي وبالخلف 390 ملي. كألوان خارجية السيارة بتتوفر ب 12 لون مختلف. بورش بانيميرا من الخلف بكل سهولة بإمكانك تميز بين النسخ المختلفة من خلال الشعار الموجود بالخلف، بانيميرا تيربو أو بانيميرا 4S. السيارة بتتوفر حاليا في الأسواق بثلاث نسخ، إما تيربو 4S أو نسخة الديزل. الجناح الموجود بالخلف لبورش بانيميرا أنا بشوفه جدا مميز في عالم السيارات، بيطلع لحاله على سرعة 100 بعد المية 120، وبإمكانك أنت التحكم فيه من الداخل، ترفعه وتنزله، وطبعا حسب وضعيات القيادة اللي أنت بتمشي عليها بيرتفع لوحده. ملاحظين معي هوية سيارات بورش الجديدة، أضوية LED الشابكة بين الأضوية اليمين واليسار، مميزة السيارة من الخلف مقارنة مع الجيل الأول، أنا بشوفها أجمل ونقلة نوعية. نحكي شوي عن مساحة التخزين الموجودة بالخلف. المساحة بتتسع ل 495 لتر، إذا قمنا بطي المقاعد الخلفية بتتسع ل 1304 لتر، مساحة عملاقة. المهندسين اهتموا أنه تكون مساحة التخزين أيضا مرتفعة على الأعلى، مش فقط مساحة بالعرض، لأنه السيارة زي ما حكينا سيارة كما حجم أكبر وأعرض مقارنة مع الجيل الأول. كمساحة بارتفاع السيارة بتتسع لحمولة منيحة وكبيرة. الإغلاق كهربائيا، وأكيد السيارة عليها حساسات وكاميرا للمساعدة على الاصطفاف. أسمعكم السيمفونية الألمانية واحكوا لي رأيكم بصوت السيارة. مقصورة بانيميرا من الخلف، نبلش كألوان، تتوفر بعشر ألوان مختلفة. المهندسين اهتموا بتقليل وزن بعض الأجزاء مقارنة مع الجيل الأول، فتم تخفيض وزن مقداره 8 كيلو من خلال المقاعد، ولكن بنفس الوقت راعوا أنه يكون المقاعد مريحين ويعطوك الشكل الرياضي المطلوب. المقعد الخلفي نحكي عنه،
السيارة دائما بانيميرا بتتسع لأربع أشخاص فقط، هذا دائما الكونسول موجود بالوسط، المقاعد مبردة مدفأة، التكييف واصل موجود بالمنتصف وحتى بالجوانب زي ما أنتم شايفين. المقاعد الخلفية كهربائية 8 وضعيات، وحتى بإمكانك أنه أنت تحرك زاوية الميل تحت المقعد الخلفي لثلاث درجات مشان تعطيك راحة أفضل. كمساحة أنا شايفها عملاقة وممتازة. السيارة بتتوفر بعدة إضافات، ممكن طلبها بفتحة سقف بانورامية كبيرة، وممكن أنه تطلبها بدون فتحة سقف بانورامية، وأكيد الستائر الموجودة جانبية وحتى بالخلف وكلياتهم كهربائيا مش يدويا ترفعهم بإيدك. شايفين معي هذا الجزء الموجود بالوسط، بإمكانك التحكم بتبريد الكراسي وتدفئة الكراسي وحتى المناخ، التكييف تتحكم فيه من هون كوضعيتين مستقلين بالخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، بانيميرا من الداخل، توكلنا على الله. بسم الله. معلومات سريعة، الأبواب زي ما شفتوا شفط كأوبشن ومواصفات من المقصورة من الأمام. الكونسول بالكامل مقارنة مع الجيل الأول مختلف بالكامل. الشاشة الأمامية عليها نظام بورشا كوميونيكيشن مانجمنت، شاشة حجم 12.3 إنش متطورة، بإمكانك تشبك جوالين مع بعض على هاي الشاشة ويتفعلوا وتشغل الابليكيشنز تاعونك. السيارة بشكل اساسي بيجي عليها 20 ابليكيشن نازلين على السيارة، وانت بامكانك تنزل اي ابليكيشن انت بدك اياه. الشاشة بتشتغل باللمس، عليها نظام ملاحة متطور مربوط مع جوجل، بعطيك جوجل فيو كأنك انت بتشوف الشارع بعدة زوايا بالكاميرات للتسهيل والتبسيط على السائق. امام السائق في شاشتين 7 انش بعطوك اهم الاعدادات عن السياره كمصروف، كضغط للتيربو وحراره الزيت وهاي الامور. السياره تم تزويدها ولاول مره كاميرا رؤيه ليليه، ما كانت موجوده على الجيل الاول، هلا موجوده على الجيل الثاني ببانيميرا. السياره بامكانك تطلب عليها حزمه الكورونا باكج اللي هي الحزمة الرياضية، شايفين هاي الساعة لما تكون موجودة يعني السيارة عليها لونج كنترول وبتعطيك تايمينج انه للحلبة اذا انت بدك اياها، بتكون هاي اقوى نسخة من الطراز اللي انت معك. السيارة متوفر عليها نظامين صوتيين، اما نظام بوز او نظام بور مستر، اقوى واحد 21 سماعة بقوة 1455 واط. تعليقاتي على مقصورة بورش كتير أجمل مقارنة مع الجيل الماضي، ولكن تعليقاتي إنه هون شالوا الأزرار، في كتير ناس كانوا ينقضوا الأزرار إنه ما بدهم أزرار. المشكلة إنه هذا بيانو بلاك بالمع، فأنت كله تبصيم مع أجواء المنطقة بالذات الخليج، بتكون بحر يعني بيكون في رطوبة على إيديك معرقين، بتيجي بتكبس، كل هاي التبصيم بكون موجود على هذا، كل اشي اسود، حتى ازرار التحكم بالنوافذ، نظام الذاكرة تاع المقاعد الموجود، كل هاي الامور بتلاقي بصمات عليه. ليش؟ لانه اسود لامع، فهاي انا بشوفها مشكلة. ياريت لو استخدموا معدن غير انه ما يخلي هاي البصمات موجودة. من تعليقات الاخرى كمان على المقصورة، ما في اماكن للتخزين كبيرة، يعني مثلا هون في جيبة اوكي، في بتحط المفتاح تاع السيارة، بتحط الموبايل تاعك، تفرضا شخص جنبك لازم يحط المفتاح تاعه واغراضه بالجيبة الجانبية، ما في اماكن تخزين نهائيا، كثير صغيرة شبه معدومة. كوضعيات قيادة زي ما شفتوا بال 918 وسيارات بورش الجديدة على الستيرنج، انت بامكانك تختار بين اربع وضعيات اللي هي الوضعية النورمال العادية، سبورت، سبورت بلس، اقصى اداء ممكن للسيارة، وعليها وضعية الانديفيدوال اللي انت بتختار الاوبشن اللي انت بدك اياه من ناحية انه سسبنشن وقوت السيارة وهاي الامور. موجود زر موجود بالوسط بسكر الويست جيت، بحشر الهواء داخل المحرك مشان ما يكون في اي مقدار للطاقة انت تكون خسرانه، فبتعطيك السيارة الفول باور تاعها. ضروري تشوفوا فيديو التسارع تاع اختبارنا لبورش بانيميرا تيربو، موجود راح يظهر امامكم على الرابط التالي، شوفوه لانه احنا هلا منقود على شوارع عادية مش بحلبة، ما راح نقدر نسرع ونوريكم التسارع اللي انتم بدكم تشوفوه. السيارة بتوفر عليها مصات صدمات اير سسبنشن متكيفين، وممكن طلب نظام
مصات صدمات بازم تاع بورش جدا متطور. مصات الصدمات هذول جداد مقارنة مع الجيل الأول، وحتى عليهم 3 كامبر، فالسيارة أثناء وضعيات القيادة كاختلافات كتير بتتغير. إذا بدك الأداء الرياضي بتدخل المنعطفات بقوة مش عادية، يعني زاوية الميل. السيارة عليها نظام بورش 4D شاسي كنترول، هاي جميع أنظمة الموجودة بالسيارة بتتفاعل فيما بينها مشان تعطيك أحسن أداء ممكن. فمصات الصدمات بتكيفوا حسب الوضعية وحسب الشارع الموجود. نظام الدفع الكلي للعجلات وتوزيع العزم حسب للأمام أو للخلف، وحتى العجلات يمين أو يسار تتفعل فيما بينها. السيارات نسخ All Wheel Drive دفع كلي، فلذلك الديفرنشال بتغير من الأمام للخلف. هاي الكمبيوترات بتحدد المصير إنه كم مقدار الدفع اللي بصير على هذا العجل. وحتى السيارة عليها 4 Wheel Steering، العجلات الخلفية الموجودة تتحرك يمين ويسار بمقدار 2 و8 أجزاء حسب السرعة وحسب درجة ميلان الستيرينج. يعني السيارة بتقرأ كيف انت داخل المنعطف، فبتعطيك احسن اداء ممكن. وحتى تتغير ادائها وتصرفات السيارة حسب وضعية القيادة اللي انت حاططها. السيارة عليها ستيرينج الكتروميكانيكي، يعني كهربائي دقيق جدا، حسب وضعية القيادة بتغير وبتحول. فهذا نفس الستيرينج المستخدم على بورش 911. بورش حطت خلاصة شو عندها من ابتكارات وتطور حطته بالبانيميرا الجديدة، فمنشوف كل الهندسة اللي عندها إياها موجودة بهاي السيارة. هاي سيارة مهمة، يعني الجيل الأول باعوا 164,503 سيارات، فهاي السيارة مفروض تكون تكمل النجاح وتكون تحقق نجاح أكثر من الجيل الأول. كمواصفات وأوبشن وأنظمة أمان، السيارة حدث ولا حرج، يعني بورش غنية عن التعريف. السيارة عليها كل الأنظمة الموجودة، نقطة عمياء، نظام المحافظة على المسار، نظام الرادار التفاعلي الذكي اللي بقرأ السيارات الأمامية، الكروز كنترول الذكي. السيارة البانيميرا الجيل الثاني تم تزويدها بثلاث محركات اجداد بالكامل، تصنيع بورش وليس من اودي، هدول مخصصين لبورش. بورش ما بتاخذ محركات من مجموعة في دبليو وبتستخدمها، لا، هي بتصنع كل الهندسة تاعتها عندها اياها، ما عندها مشاكل. المحرك الاول بترول V6 2900 سي سي، توين تيربو بتقنية الهوت انسايد في، التيربوهات بكونوا في اعلى المحرك لتسريع انه تيربو يفتح بسرعة عالية وما يكون في لاج وتأخير انه تيربوهات امتى بيفتحوا. هذا المحرك بولد قوة 440 حصان وعزم دوران بيوصل ل 550 نيوتن، تسارعات من 0 ل 100 4 ثواني وجزئين، وسرعة قصوى 289 كيلومتر بالساعة. المحرك الأقوى اللي أنا بقوده حاليا بانيميرا تيربو V8 8 سلندر توين تيربو توين سكرول مزدوج الفراشات، 4000 سي سي، بولد قوة 550 حصان بالنسبة لعزم الدوران 770 نيوتن، تسارعات من 0 ل 100 3 ثواني 6 أجزاء، سرعة قصوى 306 كيلومتر بالساعة. سيارة أرقامها جبارة مش عادية، حتى نسخة الديزل اطرحوها تمثل إنها أسرع سيارة بالعالم ديزل من 0 ل 100 4 ثواني وجزئين، وحتى السيارة كسرعة قصوى توصل ل 285 كيلومتر، سيارة ديزل فخمة فارهة، يعني أرقام جبارة بورش قاعدة بتحط. بالنسبة لاستهلاك الوقود، محرك البانيميرا 4S 6 سلندر بيستهلك 8.1 لتر لكل 100 كيلومتر بمعدل وسطي، أما بالنسبة للنسخة الأقوى بانيميرا تيربو فبيوصل ل 9.3 لتر لكل 100 كيلومتر. نحكي شوية معلومات عن الجير بوكس. جير بوكس جديد بالكامل، BDK 8 سرعات دبل كلتش صاروخي بالتبديل. هذا الجير الجديد صار أصغر بالحجم وأقل بالوزن. الفكرة منه أنه من الأول للسادس كلياتهم غيارات تفاعلية، السابع والثامن فقط لتريح المحرك،
ونزلوا من استهلاك الوقود. من خلال الجير بوكس وفروا مقدار 1.4 لتر لكل 100 كيلومتر فقط مقارنة مع الجيل الماضي من جير البي دي كي اللي كان مستخدم. معلومات عن نظام جديد اسمه إينو درايف مستخدم على بورش بانيميرا أول مرة بتاريخ سيارات بورش. هذا النظام للتسهيل عليكم نظام للتكيف تاع السرعة. فمثلا أنا حطيت بدي أنتقل من نقطة A لنقطة B، بدي أروح من دبي بدي أروح للرياض سواقة بالسيارة، فمن خلال نظام الملاحة السيارة بتقرأ الشارع اللي أنا بمر فيه، هل هو شارع رئيسي، هل هو في منعطفات، هل هو في صعود مرتفعات منحدرات، وببرمج الكروز كنترول على هاي الطرق الموجودة أمامي. فإذا بتكون فيها منعطفات حادة ما في داعي تكون السيارة، حتى لو أنا مثبت السرعة على 120 ما في داعي يضل ماشي السيارة على 120، بخفف السرعة بصير يدخل المنعطفات على سرعة 70 للتسهيل، وأنه ما يصرف وقود نهائيا، أقل مقدار من الصرف. هذا النظام بقرأ لمسافة 3 كيلومتر بالتعاون مع جوجل إيرث والسيارة والرادارات الذكية الموجودة، الكاميرات اللي بتقرأ لتعطيك أفضل أرقام ممكنة للسيارة بالتنقلات. هذا النظام كتير مهم بالنسبة لشخص بقطع مسافات طويلة بالسيارة. إن شاء الله السيارة مجرد ما تدعس لها بتقلع، تيربوهات على السريع بيفتح وما عندك مشاكل. السيارة عصبية إذا بتكون حاطة على سبورت بلس، ممكن ترجع لك من الغيار الثامن للغيار الثالث مرة واحدة مشان تعطيك الأداء التفاعل السريع. وصلنا للجزء الأخير، رأيي بالسيارة. ولكن قبل ما نبلش نشرح عن النقاط اللي أنا حطيتهم، بحب أشكر شركة علي وأولاده الوكيل الحصري لشركة بورش في أبوظبي والعين لدعوة فريق عرب جي تي لحضور هاي الفعالية اللي تعتبر أول تجربة قيادة لبورش بانيميرا الجيل الثاني على مستوى العالم. رأيي بالسيارة من ناحية التصميم الخارجي آراء شخصية، في العديد من الأشخاص منقسمين عن الجيل الأول من ناحية الشكل، هو جميل، أو في البعض بحكي أنه ليس بالمستوى المطلوب. الجيل الثاني أنا بشوفه أنه مميز ونقلة نوعية مقارنة مع الجيل الأول. ملاحظين معي هوية بورش كثير اهتموا فيها، بكل سهولة بتميز أنه هاي سيارة بورش، يعني الدي ان اي تاع 911 بتحسوا فيها للسيارة، بالذات مع الأضوية الخلفية وحتى الأضوية الأمامية والسيارة ماشي بالليل. كل الأوبشن والإضافات والأنظمة المساعدة الأعلى تكنولوجياً موجودة بهاي السيارة، ما فيها أي مشاكل، بتبسط عليك بتسهل عليك، نقلة نوعية من ناحية الهورس باور والقدرات. السيارة تم إطلاقها بثلاث محركات، قريبا من المفروض يتم إطلاق نسخ جديدة للسيارة، ولكن إطلاق السيارة بهدول الثلاث محركات فقط كبداية. في محركين هايبريد نسخ هجينة قريبا رح يتم إطلاقهم، واللي بحبوا الأداء الرياضي صبركم شوي إن شاء الله بتسمعوا أخبار طيبة، لا تخافوا. تعليقاتي على السيارة، إذا أنت بتقود السيارة بطرق نوعا ما ضيقة راح تحس انه السيارة عن جد ضخمة كبيرة، يعني مش بسهولة بتقودها، بدك تكون حذر. صح انه الانظمة بتساعدك ولكن بدك شوي تكون مركز. كنت اتمنى يكون في زر لعدم الاكزوست يطلع لك شوية اصوات متفرقعات، يعني عرفتوا هاي السيارة بتدخلك بالاداء الرياضي، فمرات انت بدك تكون هيك تسمع هاي الاصوات. السيارة كأصوات بتطلع لك اصوات الاكزوست ما عندك مشاكل، ولكن ممكن يطلع شوي يعني كاستعراض صوتي من شركة بورش سهل مو صعب عليهم نهائيا. تعليقي على أداء السيارة، السيارة صح أنه ضخمة وعملاقة ولكن تعطي أداء رياضي مش عادي. السيارة جبارة، المحركات الجديدة تصنيع بورش مش عادية، تعطي أداء والأروع. العديد من الأشخاص في الحلقة السابقة كانوا يحطوا السيارة مقارنة مع دوج تشارجر هيلكات،
السيارتين عبارة عن فئتين مختلفين بالكامل. هاي السيارة بتمثل السيارات الفخمة الفارهة، وفي محرك التيربو، البانيميرا تيربو تعتبر سيارة الأداء العالي كتسارع وقوة، سيارة جبارة يعني ما بتقارن نهائيا مع بعض. إذا أنتوا بدكم أداء من 0 إلى 100 و 150، هاي السيارة بكل سهولة عادة تطلع عن الدوج تشارجر هيلكات من 0 إلى 150 و 170، لأنه التشارجر هيلكات بدها الظروف الملائمة، ما في فرق، ما في أي طاقة بتنهدر على الشارع مشان تعطي التسارع المطلوب. أي شخص بالعالم بتجيبه بسوق بانيميرا تيربو بتساوي الأرقام شركة بورش ذكرتها. الهلكات عندك مصاعب ومتاعب، وحتى عمر الإطارات بأثر بتسارع السيارة. وصلت تغطيتنا للنهاية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي. شباب، أي استفسارات وتعليقات أنا على الموقع برد عليكم بشكل شخصي على الموقع، لأنه الوجهة للنقاشات والتفاصيل بين كل عشاق السيارات للتسهيل والتبسيط علي وعليكم. إحنا معكم بكل محل، على الموقع، يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، وحتى على حسابنا السناب شات الجديد، ضروري تتابعونا عليه، موجود أمامكم بالوصف، تابعونا عليه. للعالمية باسم العرب، مع عرب جيتي. في أمان الله.